دعا فضيلة الشيخ عدنان القطان رئيس بعثة مملكة البحرين للحج، دعا الراغبين في أداء مناسك الحج لهذا العام إلى التسجيل لدى الحملات البحرينية المرخصة ليتم إدخال كافة البيانات في المسار الإلكتروني السعودي، مشيرا إلى أن اليوم هو آخر موعد لقبول تسجيل الحجاج البحرينيين. للحديث أكثر حول هذا الموضوع يسرنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف وعلى الهواء مباشرة فضيلة الشيخ عدنان القطان رئيس بعثة مملكة البحرين للحج. أهلا بك فضيلة الشيخ في نشرة أخبار الثالثة، نشكرك على قبول الدعوة. كيف تتم آلية التسجيل كون اليوم هو آخر موعد لقبول تسجيل الحجاج البحرينيين، وهل من المتوقع أن تمدد فترة التسجيل؟ شكرا لتلفزيون البحرين حقيقة على اهتمامه بمتابعة أخبار حجاج مملكة البحرين. طبعا اسمحوا لي بداية أن أرفع باسمي وباسم أعضاء البعثة أسمايات الشكر والامتنان لقيادتنا الكريمة على رأسها جلالة الملك المعظم حمد بن عيسى وولي عهده رئيس وزرائه على الدعم الذي تلقاه بعثة مملكة البحرين للحج، وعلى التوجيهات السديدة التي نتلقاها منهم من أجل توفير الرعاية الشاملة لحجاج بيت الله الحرام. في الحقيقة بالنسبة للموعد التسجيل الذي أعلنتم عنه تم بناء على تحديد من قبل وزارة الحج بالمملكة العربية السعودية على أنه آخر يوم للتسجيل، وجميع المقاولين بالحملات المرخصة في البحرين على علم بكيفية يعني إدخال البيانات المطلوبة في النظام الإلكتروني السعودي، وذلك بالتعاون مع إدارة الحج والعمرة بمملكة البحرين، حيث تم تدريبهم على إدخال البيانات في المسار الإلكتروني، ومن ثم طباعة الاتفاقية لكل حاج لكي يوقع عليها. أما بالنسبة عن التمديد فهذا الأمر كما ذكرت ليس بأيدينا، وإنما يتوقف على موافقة السلطات السعودية. ولذا يعني في الحقيقة أنصح كل حاج يرغب في الحج لهذا العام أن يبادر ويسارع إلى التسجيل اليوم لدى أي حملة مرخصة، تفاديا لأي تعطيل أو إلغاء بسبب عدم الالتزام بمواعيد انتهاء فترة التسجيل الإلكتروني المقررة من قبل وزارة الحج السعودية. نعم فضيلة الشيخ عدنان، لو نسلط الضوء على الجهود التي تقوم بها بعثة مملكة البحرين للحج واستعداداتكم لهذا العام لأداء مناسك الحج بإذن الله. نعم طبعا وزارة العدل وإدارة ما فيها إدارة الحج والعمرة على قدم وساق الحقيقة يعملون من أجل تقديم أفضل الخدمات لحجاج مملكة البحرين، فقد استكملت الوزارة والبعثة لهذا العام جميع الإجراءات والمتطلبات لهذا الموسم، وتم زيارة سعادة وزير العدل والشؤون الإسلامية وكنا برفقته لوزارة الحج السعودية للتنسيق مع الوزارة ومع الجهات ذات العلاقة من أجل تقديم الخدمات لحجاجنا. وطبعا استقبلنا في هذا الأسبوع المقاول المعتمد من قبل مؤسسة ضيوف البيت الحرام، وهي المؤسسة التي وقعت البعثة معها عقد اتفاق تقديم خدمات المشاعر، والتقى المقاول بالحملات للتعرف على متطلباتهم والخدمات التي يرغبون في تنفيذها لحجاجهم. كما اجتمع المقاول مع لجنة التخطيط الهندسي لمناقشة كافة الخدمات والمساحات المقررة لمخيمات حجاج البحرين استعدادا لتجهيزها بالخدمات اللازمة إن شاء الله في هذا الموسم. نعم. بارك الله فيكم وكتب لكم أجر هذه الجهود فضيلة الشيخ عدنان القطان رئيس بعثة مملكة البحرين للحج، كنت معنا ضيفا كريما في نشرة الثالثة، شكرا جزيلا لك.